إلى كركوك، حيث أقام فرع كركوك لدائرة العلاقات الثقافية صباح اليوم ندوة تحت شعار انتخابات مجلس محافظة كركوك استحقاق جماهيرية للمحامي بوكان عبد الله. وأكد المحاضر على أهمية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك كسائر المحافظات العراقية الأخرى، مشيرا إلى أنه في حال انتخاب مجلس جديد سيكون له الكثير من الصلاحيات على خلاف المجلس الحالي. كما تطرق إلى مشاكل كركوك ودور الأمم المتحدة فضلا عن دور محافظ كركوك في خدمة جميع أطياف قوميات كركوك دون تمييز. في الحلقة أو الندوة الحوارية حاولت أن نسلط الضوء على المشاكل والمعوقات التي تواجه انتخابات محافظة كركوك، ومن خلال حصف زمني من فيما سبق في الانتخابات السابقة وأهمية إجراء هذه الانتخابات وأهمية أنه هذه الانتخابات تجرى وتأثيرها على الناخبين الكركوكيين والمواطنين الكركوكيين، حاولت أن نسلط الضوء على هذا المجال، وأتمنى أن أكون استطعت أن أوضح جانب من جوانب هذه العملية الانتخابية. في موضوع آخر، توجه الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان الفريق جبار ياور صباح اليوم للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في